من لعيبه من ضمن 11 معلول ودي علي معلول لما معلول. انت بتلعب هنا بعمر جابر وهنا بالمسلوسي ماشي والاثنين ما بيعرفوش لا بس خلي بالك يا كابتن فرقه النادي الاهلي ملتزمين بالمكان بيلعبوا بالمكان بيلعبوا السهل بيغطوا بيرحلوا النهارده لو انت عارف ليه مش مدرب انت عارف ليه يا كابتن في جو... اسمع بس يا كابتن انت مدير فني لما تقول لي حضرتك اعمل كويس كذا يا محمود انا بنفذ حتى لو ايه لا, لا مدير فني اسمع بس يا جدع ما لما كان بيتعادل الراجل طلع وقال لك ما عنديش فراوده حصل ولا ما حصلش ايوه حصل دلوقتي بقى عنده فراوده ايوه يا كابتن لما كهربا رجع له وبركبه اللي قاعد بقى سنه والشريف لعب وشادي حسين بقى اصبح فيه منافسه بين اللعيبه يا كابتن انت لا يا كابتن يعني ساعده لو انت يعني ساعده ان معلول لما كان بيروح هو ومثلا اي حد ناحيه اليمين الرئتين اللي انت بتتكلم عليهم ما كانش فيه الحد الفايق اللي يخلص ويترجم دول مش رئتين ها يعني الاثنين اللي هم بيلعبوا دول ايه دول ايه استاذ البرنامج طيب لا خلاص ما تقولش واخد بالك فالمشكله كلها ان مفروض دول مفاتيح لعب ايوه يعني انت النهارده اتفرج على سيد نيمار هتروح بعيد ليه اتفرج على سيد نيمار سيد نيمار النهارده زيزو النهارده ما هربش وراح ناحيه الشمال عشان اللي بيلعب وراه المسلوسي اللي بيلعب وراه مين طب زيزو النهارده احسن ماتش له من كام ماتش ليه عشان اللي بيلعب وراه لعيب كوره نيمار مره ياخدها هو ويرقص ويخش يا اما بيعملها له وهو بيريح بيفتح له سكك انما التاني يجري ويرجع ولا بيرفع ولا بيضغط ولا بيباصي ولا بيخش ايه يا عم ده ولا بيلعب بدماغه برضه هو مش موجود أرطب. النهارده كابتن لا ما انا بقول لك ما هو دي بص برضه الراجل يعني دي ادي ومين مش المسلوس ادي اتنين اتنين كان بتلعب النهارده يا كابتن اتنين اتنين مفروض يعتبروا مفاتيح لعب لاي فرقه الباك ليفت والباك رايت صح تمام دولت ميتين تعال بقى خش على نص الملعب الراجل بيلعب بايه الفترة الأخيرة بيلعب بدونجا دونجا الهجاص الكبير وإمام عاشور ده إمام عاشور النهارده عمال يشوط أمال كنت فين في ماتش لما نزل الشوط الثاني الفرقة اتظبطت شوية يا كابتن ده السيسي لا السيسي ما هو دونجا والسيسي لما نزلوا الاثنين والله اتظبطت يا جدع ده كله كره يا جدع كله كره انت شفت ما راحتش الفرقة لما دونجا نزل والسيسي نزل عمرو السيسي نزل الفرقة ما وصلتش بتاع المحل هناك يا كابتن ماشي مع احترامي بس هقول لك حاجة يا كابتن هم كانوا جابوا خلاص الجولين زي ما ينزل استنى بس ده قبل ما ينزل الماتش كان الكهرباء انت اتفرجت على الماتش يا امال انا امال احنا كنا بناكل سمك فين ايوه يا كابتن يا حبيبي انت اتفرجت على ماتش الاهلي ما اتفرجتش يا كابتن اتفرجت معاك على الزمالك ازاي يا كابتن انت جاي في الاخر يا كابتن ماشي بعد 10 دقايق بالظبط بعد ما المحله جاب الجونين رجعوا عملوا زون ديفينس يا كابتن انا عايز اقول معلش انا احنا واخدين من حضرتك على الصراحه انت بتتكلم فاروق بيسال بيقول لك ايه الاسباب في اسباب كتير ولا ما فيش ايوه انا السؤال مين اللي شيلها يا كابتن كل النادي يا كابتن يا حبيبي والله حبيبي الزمالك ليه ربنا اسمع بس يا كابتن يا, يا كابتن حرام يا كابتن بس ما تبقاش عامل زي انت بتحملها بس لفريرة ما تحملهاش لفريرة لان مجلس اداره اول مره في تاريخه يساند مدرب بالشكل ده وخايف من جماهير الزمالك لان جماهير الزمالك لما طلبت رئيس النادي يجيب لهم ده جابوا طب ممكن اقف معاك في الحته دي يعني عند مجلس الاداره ماشي مجلس الاداره بيساند الجهاز الفني بيساند ان هو ما انت مش هتمشي انت مهما النتائج وحش وانت طيب الصفقات انت اللي انت بيساند اللعيبه مين الجهاز مجلس الاداره اللعيبة. طيب اللي حصل ما بين فتوح وعبد الله جمعه بعد ماتش ايه ايا كان لا يا حبيب قلبي خلي بالك ما بعد الموقف ده شكل اللعيبه في الملعب اختلف تماما لا يا سلام اداء الزمالك يا سلام يا سلام انت مش واخد بالك كابتن ولا ايه لا واخد بالي امال طب هو لو هو راجل لو مثلا مين اللي واقف فتوح ومين اللي واقف عبد الله جم ما بيلعبوش ليه عندك انت عارف سبب ما انا لو محتاجهم كمدرب هلعبهم عارف السبب طب ما بيلعبش ما انا بقول لك هو الراجل اللي ما بيلعبهمش الراجل نفسه طبعا مش حاجه ثانيه يعني وهو اللي قال ان هم مش عايزين يعملوا الكشف الطبي والكلام الفاضي ده انا لو محتاجه هجيبه غصب عن رئيس النادي